وايش ما الجو كلش حر، حتى انا ما قدرت انام البارحه. بس يلا ثاني خليك قعد اجي الصبح. يا مزين ليشتك حديد، هلا ابني صباح الخير. هلا ماما صباح النور. بس ايش ماما انت ليش مطفي المروحه؟ انا شو بدي ابوك شغلها انت تحفظ شغلنا، لازم ندفع دايموند، انا حتى دايموند ما عدني. شو ندفع دايموند؟ طبعا ابني. بس واني كلش محتار، يعني انا حتى ما قاعد اقدر انام، حتى انا كلش جوعان. عادي عادي ابني ستتعود. بس شوف ابني احنا حتى اكل ما عدني بالبيت ومحتاجين اكل، شو راح نسوي؟ محتاجين اكل. اي طبعا ابني. بس اوكي ماما يلا انطيني دايموند حتى اروح اجيب اكل. دايموند؟ لا مستحيل ابني، انا ما عندي دايموند. ما راح اجيب لك الدايموند. قول حد شو راح اسوي اني؟ بس وقف خلي افكر. صحيح تذكرت، بس انا لازم اروح من جديد الغابه واصيد، بس انا ما قاعد القى خروف. اي صح ابني انت قلت ماكو خروف، زين شو احنا تلقيناك بالغابه؟ اكيد ما راح تلقي شيء. زين شو اسوي شو اسوي؟ لازم افكر. بس صحيح تذكرت. ايش تذكرت؟ طيب ماما انا ذاك اليوم حكيت ويا صديقي، يقول رحت المكان غابه بعيد وعثر على دجاجات هوايه. دجاجات؟ اي حتى صارت دجاجات. وانا شو احسوي هسه؟ راح اخذ مالتي القوس وراح اصيد هاي الدجاجات. شوف ابني انا عندي فكره ثانيه، احتمال راح تفيدنا. انت ليش نقتل الدجاجات؟ ليش ما نجيبهم هنا ونربيهم؟ وراح يعطونا بيض وينطونا حتى لحم ونكاثرهم، شو تقول ابني؟ اي صحيح بابا، هاي كلش خوش فكره، احنا حتى اصلا عندنا حديقه ونقدر نربيهم بالحديقه. شوف ابني اردك تجمع لنا دجاج كل شوي ونجيب الحظيره، واحنا راح نهتم به ولا نتكاثر ويساعدنا كلش هواي. اي كل زين. بعد يلا اوكي ماما خلنا ناخذ الغراض مالتي. بس شنو احتاج؟ اوكي خاف احتاج هالغراض، يلا خلنا ناخذهم كلين ولازم اروح على السريع. يلا باي 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 باي. يس انا وصلت لهالغابه، بس انا حيلش قد مشيت حتى كلش تعبت وما قاعد اشوف الدجاجات وين. زين شو اسوي هسه؟ اوكي بس انا لازم اقعد وارتاح حتى انا كلش تعبت. بس ايش قاعد تشوفوني؟ صحيح كلنا اكو دجاجات. يلا خلوكم على السريع. صحيح يلا خلو اركض واشوف هالدجاجات. واو يس انا عثرت على الدجاجات. بس اوكي شو اسوي؟ خل اصيدهم على السريع. ما بس ترى لا انا ماما قالت لا تصيدهم، قالت لا تجيبهم خلي نربيهم. يلا خلو اجي على السريع. يلا تعالي انت يا دجاجه، هوب هسه انا زمت اول وحده وانت تعالي الثانيه، كل زين. هاي من الدجاج حيل، ايش قلت لهم اكو دجاجات؟ اذا اني انا كل راح اخذهم وراح اربيهم. واو يا سبقت هاي الدجاجه، هاي الدجاجه كل زين. بس حيل ايش قلت بعد اكو دجاجات؟ يلا تعالي انت يمينه، ليش ما قاعد يلزمه؟ يلا اوكي انت تعالي. واو يسا كل زين، صار عندي دجاجات كلش هوايه، بس هذول راح اخذهم واربيهم حتى وراها يصير عندي بيض، حتى اقدر ابيع البيض واربح دايموند. واو يلا خلي نروح على السريع. يسا انا رجعت البيض، بس واو حتى بالطريق الدجاجات انطوني 3 بيضات. كل زين. يلا خل اخذهم على السريع للبيت مالتي حتى اعتني بيهم، وراح ينطوني بيض بعد اكثر. واو يس انا وصلت، بس وين اخليهم؟ اوكي اوكي انا لازم اخليهم بهاي الحظيره، يا هاي الحظيره هنا كلش كافيه عليهم. يلا تعال يا دجاجات. صحيح واو شو قاعد تشوفوني؟ وشو الدجاجات؟ منو؟ رانيا. وش تريد رانيا؟ انت شو عليك؟ شنو؟ يعني جاب دجاجة المنطقة ومقابل بيتي؟ لا هالمرة مستحيل اسمح لك. اي طبعا تعرف ان الدجاج كلش مزعج صوته، حتى بس يتعاركون مستحيل اقبل ان تربي الدجاج هنا، مستحيل اقبل. شنو انت ما تقبلين؟ فاش انت مالك دخل بيه؟ يلا مش روح البيت على السريع، يلا روح منا على السريع. شنو؟ اني لك جيجي، شوف شو راح اسوي بك، يلا خلي اروح. يا صراحة هاي الغنية انا كلش اضوج من عده، حتى بس انا اضوج من عده، المنطقة كلها يضوجون من عده. بس يلا ثاني خلي ارتاح، انا اليوم كلش تعبت ومشيت مسافه كل شويه. بس صح انا نسيت اقول لامي. بعد يلا اوكي خلي اوقف على السريع وراح اقول لامي. واو يلا ثاني خلي افتح الباب. يا ماما هلا ماما. جيجي وابني جيجي شو جاي فارغ؟ ماكو اي شيء مو صح ما لقيت. لا لا ما تعرفين انا رحت للغابه عثرت على الدجاجات وجبتني هنا. واو دجاجات؟ واو طبعا مو بس هاي. بس وين دجاجات ابني؟ تعال شوفي ماما، تعال بعدين الدجاجات ربيتني بهذا المكان. ايش قد دجاجات؟ عفية عفية ابني جيجي، الدجاجات كلش راح تفيدنا. اي طبعا هسه راح نستفاد من عندهم، بس انت ما تعرفين حتى بالطريقة توني 3 بيضات، هاي ذني البيضات. ايوه ابني احنا كلنا جوعانين، بعد يلا خلينا نطبخ هذا البيض وبعدين ناكله، يلا تعال. ايوه يلا خلينا نروح اكل، انا كلش جوعان، حتى البارحة ما اكل بالصمونة، يلا خلينا نروح على السريع. وهسه انا كل الضاجة من هذا جيجي الفقير المقرف، فوق ما هو انا ضاجة من عندي، وهسه جاب لي دجاجات. حتى كده اصواتهم كلش عاليه وجربهم مقابل بيتي، بس انا مستحيل اسكت. اي طبعا انا لازم افكر بحل حتى اتخلص من عندهم. زين شو راح اسوي؟ صحيح هسه لازم اطلع من كل الضوجه، يلا خل اطلع على السريع. يس قربت الاسواق، يلا خلي اروح اشتري. بس شنو؟ واو
لونه مستحيل وبيشون لي الخرفان الأسطورية. يلا خل أسأل أشوف الخرفان كوش عجبتني راح أشتري لي طبعاً لها الخرفان بين كلش نادرة. مرحبا عمو. أهلاً أهلاً بنتي. عمو شوفون جيت أسأل على الخرفان بس ما الخرفان كلش عجبتني وكلش حلوة هاش قد سعرهم؟ بقى بنتي هاي الخرفان نادرة وهي أسعارهم غالية. غالية إيه ما يخاف عمو أنا كلش غنية وعندي دوم تكون شوي يعني مهتم حتى لو غالية إيش قد أسعارهم عمو؟ أوكي أوكي بقى بنتي هذا الخرف الواحد سعره 10 دايموند. 10 دايموند راح أشوف عمو أروح أخذ كل دول الخرفة وراح أعطيك المجموع أوكي؟ أوكي أوكي بنتي. هاي تفضل. يلا تعال يا خرفان بس احنا وصلنا بس ما هون كلش فرحان بهذه الخرفان النادرة الأسطورية مو مثل هذه الدجاجات المقرفة. طبعا هالخرفان كلش حلوة حتى لو هذا كيوت. يلا تعال تعال يا خرفان اوكي بس بدي اخربطهم هنا وبعد اشتغل واسوي محاضرة كلش حلوة. بس من راح ابدي؟ يلا اوكي اروح ابدي من هذا الجيب راح اسوي محاضرة كبيرة طبعا عندي خرفان كلش هواية. يلا خلي اشتغل على السريع حتى اكمل على وقت. يلا خلي اشتغل. يا ساني كلتو شو بعد؟ أنا كلش أشكرك ماما لأن أنتي سويتي لي أكل ماما. يا ساني كلش فرحانة لأن تعرفي عليك جبت لنا هالدجاجات وهالدجاجات كلش راح تفيدني. طبعا ماما لأن تعرفين أنا ما يخلوني أشتغل بالقرية بس هسا حضرت الدجاجات أكيد راح أستفاد من عندها هسا أكيد بيضوا حتى أخذ البيض وأروح أبيعه ماما. يلا ساني خلي أطلع حتى ما أتأخر يلا خلي أروح. بس أنا شو راح أسوي هسه؟ بس أنا لازم أروح أخذ البيض وأبيعه حتى بعدين يصير عندي فلوس وأشتري حتى كل الدجاجات. بس إيش قاعد تشوفاني؟ لا 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 مستحيل أكون أنا خرفان. بس هاي الأسطورية هاي الملونة فاو. هي هي. كلش حلوة. همون جنتي. شنو هاي رانية؟ هاتي ملش هالخرفان هاي. إيه طبعاً أنا عندي دوم تكوشوي وجبت هالخرفان نادرة ومثل الدجاجات مالتك المقرفة. يمشي من قدامي على السريع. وش أنت الدجاجات مقرفة؟ أصلاً ما تعرفين الدجاجات أصلاً أحسن من ذين الخرفان. ذني بس ألوان. سوى الدجاجات استفاد من عدن حتى أخذ بيض. أصلاً الخرفاني كلش حلوة. حتى شكلني كيوت. حتى صوتهم ناصي ومثل دول الدجاجات مالتك بس يتعاركون. اوه يلا لا تيم عليش بيه يلا مش بتعدي عني يلا خلي روح اوكي خلي بوع. واه شنو هاي صار انا عندي بيض كلش هواية بوع. يلا خلي اجمع حيل صار عندي 14 بيضة هسه راح اروح ابيعها حتى احصل على الدايموند. يلا انتوا لا تهتمون هسه راح اشتري لكم اكل واجي على السريع حتى ما راح اتاخر يلا خلي اروح. يا سيدي جروح يا فرصتي حتى تخلص من الدجاجات. بس هسه تخلص لو لا سديني النهار لا ما اقدر اكيد هسه الناس راح يشوفوني لو انا عندي احسن حل انه بالليل اتخلص من عندهم حتى ما حد يشوفني ابد بس وصل كل الضج من الدجاجات. اي طبعا صوتهم كلش مقرف يعني كل ما اقعد نايم من الخرفان مالتي صوتهم يزعجني بس لو اصلا اليوم بالليل راح اتخلص من عندهم. بس هسه ما عندي شيء يلا خلي ادخل البيت. يا سات قربت للأسواق هسه أنا راح أبيع هذا البيض حتى راح أخذ سيد للدجاجات حتى أشوف قد راح تنطيني الدايموند. يلا خلي أدخل على السريع. مرحبا. أهلا أهلا. خلا أنا جبت هاي عندي بيض كل شوية وجيت أرد أبيعها. تبيعها بس في الملك هذا البيض. أنت ما تعرفين أنا صد الدجاجات كل شوية وهم أعطوني هذا البيض. زين لحد يلا كيف بيعطيني هذا البيض حتى أعطيك دايموند. هاي كل زين بحيان صار عندي 14 بيضة إيش قد راح تنطيني دايموند بس أنا ببدأ لا راح أخذ هذا السيد أوكي خلي اخذ هذا واحد هذا اثنين كل الزين. يلا احتاج ذني بعاد طبعا الدجاجات ياكلون كل شويه هسه ايش قد راح تنطيني دايموند. شوف اسمعني ابني انا راح اعطيك بس ثلاثه دايموند هي حسابهم. هاي اوكي كل الزين بعد يلا ثاني خلي اروح على السريع بابا. يا ساني رجعت للحظيره ماتي حتى انا جبت لهم ايش قد اكل حتى ياكلون اكيد هسه جوعانين يلا خلي ادخل على السريع يلا تعالوا يا دجاجات بابا. يلا سمن الجوعان بيكم وشنو كلهم جوعان يعني مع بالي يجي بس يلا اوكي يلا اكلوا اكلوا يكل زين بابا. اوكي انتم بعد انتم صغار اكلوا يكل زين خلي اجمع هذا البيض حيل هاش قد انا اكل بيض بابا. بس وانا راح ارجع ابيع هذا البيض بس انا يوم كلش تعبت بس لا انا جتني فكره ببالي انا باكر من الصبح اروح هذا ابيع هذا البيض حتى اربح دايموند. يلا خليني اروح على السريع على امي واقول لها اكيد هسه امي راح تفرح اقول لها باي ماما انا ايش قد جمعت بيض حتى صار عندي دايموند. يلا خليني ادخل على السريع وانا امي هلا ماما هلا امي جيجي امي جيجي شو سويت؟ باي ماما انا جمعت بيض من الدجاجات ورحت بعته حتى اعطوني ثلاثه دايموند. عافيه بابني جيجي عافيه بس عندي ثلاثه دايموند يعني كل شيء راح نحتاج راح نقدر نشتري. طبعا ماما بس هاي حتى ساني جمعت 16 بيضه جديده حتى ام راح ارجع ابيعهم باكر ماما. ابني تعرف هسه هذوكم راح يتكاثروا عددهم راح يجيبون لنا بيض حتى راح يصير عندنا دايموند كلش هواي. كل زين بعد يلا ماما ساني كلش تعبان لازم انام على السريع. اوكي اوكي
يس اجي الليل وبهذا الوقت المناسب الا تخلص من هذه الدجاجات. اي طبعا هذه الدجاجات كلش مزعجات حتى ما قاعد يخلوني انام. شو حسوي هسه؟ يا سام تحت تجي نايم وكل منطقة هم نايمين، مستحيل احد راح يشوفني. يلا اوكي سام قرب تحت الدجاجات، يلا اوكي خل اطلعها ماشي الفلنت. اوكي تعالوا يا دجاجات الا تخلص من عندكم، يلا باي باي يا دجاجات. راح يصيرون دجاجات مشوية وبعدها اكلهم. يلا انتم روحوا روحوا، يلا كلكم حتى تخلص من عندكم. بعد اذن الدجاجات هم طبعا مستحيل ابقى اي دجاجة، لازم كلهم تخلص من عندهم. يلا اوكي ايوه سام تخلص من كل الدجاجات، حتى صار دجاج مشوي. لا عاد يلا خل اخذه واكله. واو بس شنو اروح تلقى الشجره. اوكي سام طفيه يس تخلص معدم كلهم، خل اخذ الدجاجات وبعد اروح البيت. يلا خل اروح. ابني جي جي يلا ابني قعد قعد، لازم هسه تطلع حتى تروح تبيع البيض. اي صحيح، يلا صباح الخير ماما. يلا سوني كل قعد. صباح النور. بشوف ابني شو مجالس مع صوت الدجاج، ما اعرف وينهم. صوت الدجاج ولا نايمين لحد هسه؟ لا لا مستحيل، اعرف الدجاجات ما ينامون، احنا نومون قليل. بس اصدق ليش ماكو صوتهم؟ بس انا ما اعرف، بس يلا اعلمهم خليني اروح اجمع بعد البيض، وانا متاكد راح يصير بيض كل شويه، حتى اليوم راح اربح 10 دايموند. بعد يلا بنروح استعجل ونجمع البيض. اوكي اوكي يلا خليني استعجل وينكم. لا 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 مستحيل، ايش قاعد تشوفوني؟ هاي بس الريش. زين وين الدجاجات؟ لا لا شنو صار؟ لا لا معقول يكون الدجاجات مالتي ماتن؟ بس صار بين ليش ماتن؟ واني ما اعرف صار هنا، حتى اني ما اعرف صار. وزين شو اسوي اني؟ بس معقول يكون يعني اجا البا واكلن او اجا حد قتلن؟ وصاني شو اسوي؟ انا ما اعرف شو اسوي. واني كلش حزين لين مات الدجاجات ماتي، وانا عبالي راح استفاد من عدن يصير عندي دايموند. لا شنو جيجي قاعد يبكي؟ مستحيل الدجاجات مو صحيح، وجيجوني كلش منقور عليك خطيه، انت كلش قهرتني. شنو اني اقول لك باحي؟ احتمال تكون انت سويتي هذا الشيء وقتلتي الدجاجات مالتي. شوف اسمعني شوف تستعجل، انت ما تعرف البروحه شو صار؟ البروحه صار برق كلش قوي وضرب الدجاجات البرق وهن ماتن. شنو البرق نزل على الدجاجات مالتي وماتن؟ طبعا لا 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 مستحيل، ما قاعد اصدق. بعروني انا قاعد اشك بيك انت سويتي هيك، انت الوحيده اللي حكيتي على الدجاجات وانت قلتي من عندي. ايش هياني اصلا ما يدخل. شوف اسمعني زين، انا بروح اشتت اتفرج من الشباك مال بيت مالتي وشفت البرق ضربهم وماتوا وخطي من البرق، انا ما يدخل. شنو البرق؟ زين بعد اسمعني زين، انا اعرف من البرق ما يجي هيك بوحده، لازم يكون مطر، وحتى تشوفين ماكو اي مطر جم نازل. لا 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 انت ما تدري، انت البروحه بالليل مطرت الدنيا انت ما تعرف. لا لا تقعدي تكذبين علي، انا مستحيل اصدق بهذا الشيء. شنو؟ لا ما كذباني، يلا خليني اروح اسرع، انا ما كذب. لا 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 مستحيل تقول لي برق وشافته بعينها، هاي قاعده تكذب علي، لان حتى اصلا ماكو مي بالارض، يعني لو اكو مطر انا نظل مي. ساني عرفت من اللي قتل الدجاجات ماتي، بس انا مستحيل اسكت، ما لازم انتقم من هاي الشريره، حتى مستحيل اسكت. يلا خل ادخل البيت وافكر، يلا خل اروح. يلا ساني خل ادخل على السريع، وانا شلون قاعد اكذب؟ همزين جيجي ما كشفني، واحتمال راح يكشفني ما معروف، حتى صحيح انا شلون اقول برق؟ هي اصلا حتى الدنيا ما مطرت، وش راح اسوي؟ معقول راح يكشفني؟ بعد ما اعرف، احتمال ما يكشفني، وما ادري ايش راح اسوي. مو ابني جيجي انت كافي تجي تبقى حزين؟ ما يصير كافي. ماما انت ما تعرفين انا الدجاجات فرحت وقلت هسه راح يصير عندي دايموند حتى راح نبدي ناكل اكل زين، بس انا كلش مقهور. ابني تتم انت اذا تريد تدور ابحث مره ثانيه بالغابه وبلكي تلقي تحصل على الدجاجات. بس ماما من قال احتمال اجيب الدجاجات من جديد هم يرجع يموتن. بس انا عرفت من قاعد يقتلن، ماكو غرب يا ايرانيه يا هي المتحجرفه هي قاعد تقتلن. قصدك هذه الغنيه؟ اي طبعا. ابني معقول تقتلهم؟ بس هو الدجاج شو مسوي لها؟ وما اعرف ماما، لان هي بداية قالت ان صوتن قاعد يزعجها ما ادري شنو، فاني عرفت ان هي قتلتن، بس انا مستحيل اسكت، انا لازم انتقم من عته، حتى ساني فكرت بحل. يلا كس لازم اروح الاسواق على السريع واشتري هذا الشيء اللي اريده، يلا خل اروح. يا سنه وصلت الاسواق، يلا خل ابيع هذا البيض واشتري مقاس. مرحبا خاله. اهلا اهلا جيجي. خاله انا جبت هذا 16 بيضه عندي، اريد ابيعهم لك واريد اشتري مقاس. تشتري مقاس؟ شوف ابني اذا اخذ من عندك البيض راح ادفع لك بس 5 دايموند، بس اذا تشتري المقاس اعطيك بس 3 دايموند. يلا اوكي مي خاله. بس ابني شو اسوي بالمقاس؟ انت جبت خرفان مو صحيح؟ خرفان؟ لا لا انا ما عندي خرفان، بس انا محتاج هذا المقاس. يلا اوكي خل اخذه على السريع، اوكي هذا المقاس كل زين. وين المقاس؟ صار هذا المقصر عندي، وهالي الفلوس مالتي هاي 3 دايموند، هاي بنتفضل. ثلاثة دايموند، يلا كوني كلش اشكرك خاله، يلا خلني استعجل. انا هسه اعرف شو اسوي، ولازم انتقم من رونيا وراح اقص صوف مال خروف مالتها. يلا خلني استعجل.
يا صارت قربت على حظيرة مرانية، أنا أعرف شو راح أسوي، أنا لازم أنتقم من عته، حتى راح أقص الصوف مال خروف. بس حيل إن ذا الخفامات كلها نادرة، حتى ألوانهم كلش حلوة، بس أنا لازم أنتقم من عته. يلا خلنا أدخل، يلا تعال أنت يا خروف. بس شو صار شكله كلش يضحك. يلا تعال أنت انقص. أوكي فاو. يا صار كلهم قصيتهم، يا صار أكيد صار أشكالهم كلش مقرفة، أكيد هسه راني راح أضوج. يلا خلنا أطلع أسرع وأهرب قبل ما تشوفي، يلا خلنا نركض. يلا ساني خلنا نطلع وتفقد الخرفان مالتي، احتمال يكون جوعانين بعد ما اعرف. صار شنو؟ لا مستحيل، مو جزء بالخرفان مالتي. لا صار شكلهم كلش مقرف، كان شكلهم كلش كيوت وحلو. بس هم مسويين هذا الشيء، اقول يكون جيجي. اي طبعا ممكن بس غير جيجي، بعد ما اعرف احتمال يكون هو. بس انا احسن حل اروح البيت واساله، ما اعرف بعد. يلا خلي استعجل. يا صاني كلش فرحان لأني انتقمت من رانية، مثل ما هي سوت بالدجاجات مالتي، لأن مستحيل اسكت عليها. افتح الباب افتح الباب. راني ما احب جدي، ما احب شو تريد. يلا خلنا نطلع على السريع. ورانية نعم رانية، شو تريدين؟ شوف جيجي، انا جيت اسألك، هو انت سويت هذا الشيء بالخرفان؟ يلا اعترف احكي. شنو سويت بالخرفان؟ اي طبعا. شلون سويتهم؟ انا كل شيء ما سويت. شوف حتى بدون صوف، وين الصوف مالتهم؟ جيجي اعترف على السريع. بس والله شكلهم يضحك. يلا احكي. روح اسمعني تضربين، بس اسمعني زين، انت ما تعرفين شنو صار رانية؟ شو صار جيجي؟ انا اقول لك هسه عرفتهم. هسه قبل شوي نزل رعد من السماء وضرب مالتك الخرفان، ولهذا احترق الصوف مالتك. شنو؟ يعني كذب نفسك كذبه مالتي مو صحيح؟ انا كشفتك، انت سويت هذا الشيء. ساني عرفت، يعني انت كذبتي علي وانت قاتل الدجاجات مالتي. شنو انا قاتل الدجاجات؟ لا انا كل شيء مسويه. بس شوف جيجي، انا لازم انتقم من عندك، بعد مستحيل ابقيك بهذه القريه، مستحيل ابقيك هنا. يلا خلنا نروح. واي مالغنيه عبالها هي بيته، اصلا هي مو بكيفه، هي ما تقدر تطردني من هالقريه. بس هو ساني مزيان انتقمت من عته. يلا خلنا ندخل البيت على السريع، يلا خلنا ندخل. يس انا قربت البيت المسؤول، ولازم اقول له على هذا الشيء صار. طبعا مستحيل اسكت. يلا افتح الباب افتح الباب. يس انا دقيت عليه الجرس. يلا اوكي خلينا ننتظر، احتمال شويه يفتح الباب. يلا خلينا ننتظر. واي ما اعرف مين قاعد يدق الجرس. يلا خلينا نطلع على السريع واشوف من اجاني. يلا خلينا نشوف نحام، تفضل. مرحبا يا مسؤول. اهلا اهلا بنتي تفضلي. شوف اسمحني، انا جيت اشكي لك هذا الفقير جيجي، هذا المقابل بيتي، هذا كلش مزعج، حتى ما تعرف شنو سوى. شنو سوى هذا جيجي الفقير؟ شنو سوى؟ جبت خرفان كلش نادره، وهو اجى وخر الصوف مالتهم وكله قص الصوف، حتى بقوا بدون صوف. بس الان مستحيل اسكت له، لازم تطرد من القريه. اطرد من القريه طبعا. بس بنتي انت متاكده انه هو قص الصوف؟ اي طبعا طبعا. أو بس خطايا هذا كلش فقير، أنا وين أقدر أطرده؟ شنو؟ شوف اسمعني زين يا مسؤول. نعم. إني أنا كلش غنية، ودائما أدفع دعم الدول للقرية، فإذا ما طردت من القرية بعد مستحيل أعطيكم أي دايموند. ما تعطينا أي دايموند؟ إيه طبعاً. ولا لا، يلا أوكي، أنت لا تهتمين، بس أنا راح أبلغ كل سكان القرية إنه بعد ما حد ما يبيع لي لا أكل ولا أي شيء، حتى بعد ما يتعاملون وياه. كل الزين، هسه متقدر هو راح يضوج وبعدها يطلع من القرية. يلا أوكي يا مسؤول، لازم تعطي خبر كل القرية، أوكي؟ أوكي. راح أروح. يس انا طلعت من البيت، هسه لازم اروح اشتري اكل، حتى من اجوع اكلوني كلش اجوع على السريع. يلا خلي استعجل، لازم بد ما اتاخر. يس انا وصلت الاسواق، بس واو. انا يوم كلش فرحان لاني قدرت انتقم من رانيا مثل ما هي سوت بيا. يلا خلي اروح على السريع واشتري من الاسواق. واو. انا حتى عندي 3 دايموند. يلا خلي ادخل. مرحبا خاله. اهلا اهلا ابني جيجي. شوف اعذرني هالمره ما راح اقدر ابيع لك، اعذرني. شنو ليش ما تبيع لي خاله؟ انا جد قاعد اشتري من عندك، احنا راح نجوع. شوف اسمعني ابني، هسه المسؤول اعطانا خبر، قال دربكم تبيعون الجيجي، بعد مستحيل نبيع لك لما تعرف من خبر عليك. هذه روني الغنيه هي اللي خبرت المسؤول، وقلت له شوف اسمعوني، انتوا لازم تطردون جيجي من المنطقه، واذا ما طردتوا انا ما راح اعطيكم دايموند. شنو؟ لا مستحيل، معقول روني هالقد يعني شريره هيك بلغت عليه وتريد تطردني؟ بس انا وين اروح؟ وما اعرف ابني، ما ادري. على العموم انا نبهتك، بس ابني ما اقدر ابيع لك، اعذرني. اوكي خاله، يلا ما يخالف. لازم اروح انا حتى بعدني مجوعان. بس انا شو اسوي؟ انا سجلتي فكره ببالي، انا بعد مستحيل اسكت، انا لازم انتقم من رانيه. بس انا عرفت شلون راح انتقم من عته. يلا خلينا نروح على السريع. ايوه اخيرا سجل الليل، انا صار لي كل شوي قاعد انتظر، هو سجل الوقت المناسب حتى انتقم من رانيه. جيجي. نعم ماما. صار الليل، انت ليش ما تنام؟ لا ماما انا اريد اطلع، انا ما راح اتاخر، بس بدي اروح اخذ هالغراض مالتي. يلا خليني اطلع على السريع. اوكي وين الاكس مالتي؟ يا توك كل الزين. يلا خليني اكسر هالبلوكه، يلا خليني اكسرها على السريع. اي بابا يا هذا الصندوق مالتي. اوكي احتاج هالغراض، اوكي هذا TNT. بابا يلا خليني اروح على السريع.
يس امي نامت. باي ماما، انا ما راح اتاخر، ثاني راح اجي. اوكي اوكي لحد يلا. اوكي ابني انا راح انام وانت تكمل شغلك، بس ابني دربك تتاخر. اوكي اوكي يلا ثاني خل اطلع على السريع. اوكي باو. شوف هذا الوقت المناسب، يلا خل اروح واخلي هذا التي ان تي، يلا خل استعجل. هي صارت قربت على رونيا، هو هذا الوقت المناسب اللي لازم انتقم من عنده. يعني اللي بلغت القرية انه يطردوني، بس انا مستحيل اسكت، لازم انتقم. يلا خلص حدينا انا على السريع، شوف وين رونيا. اوكي ما ادري اشوف منها زين. اوكي خل اطلع منه. هاي ذيك نايمة. هذا كل زين. يلا اوكي خل اجيب التي ان تي مالتي وروح اخليه بكل مكان، راح اخليه يصير انفجار عملاق. بابا حتى اكيد راني راح اتخلص من عده، اكيد هسه ما راح تبقى بهالمدينه. يلا اوكي خل اخليه بعد هنا. اوكي بعد اخلينا كل زين. بابا لازم اخليه بكل مكان، طبعا حتى يصير انفجار كلش عملاق. يلا خل اخليه بعد. يس انا ايش قد خليت تي ان تي، حتى مديت هذا الريدستون وخليت الفر هنا. هسه لازم افجر واخلص من بيت رانيا، واني متاكد بعد ما ينفجر هذا البيت رانيا راح تصير فقيره، انا متاكد. يلا اوكي هسه خليني اجي احسب 1 2 3 يلا اشتغل بابا. يلا خليني انتظر هسه اكيد راح ينفجر التي ان تي. يلا اوكي خليني اباوع. يلا لا 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 شو صار؟ شو هذا الانفجار القوي؟ بس هو حتى دمج كل شيء هواي، بس لمزين بعدني عايشه. بس ما اعرف شنو صار، معقوله اي صاروخ وقع على بيتي؟ وما ادري، بس هذا بيتي كله تهدم. لا بس ايش راح اسوي؟ قام بعد ما يسرب قناه، طبعا لازم اشوف له مكان ثاني واروح له. بس حرامات هذا بيت الدايموند والجولد كله تهدم، حرامات. بس يلا صار خلي اطلع، يلا خلي اروح. يلا ثاني خلي اشوف البيت الصار بي. حيل هاي كلها تهدم البيت بابا. يمزين انا ايش سويت؟ حتى ذيك رانيا طلعت وراحت، انا متاكد بعد ما راح تعيش بهاي المنطقه. حتى المنطقه راح تخلص من عده، هي جات كل الشريره حتى ما ذي المنطقه. يلا ثاني خلي اروح للبيت على السريع بابا. يس صار الصبح، هسه انا طلعت من البيت، بس انا ما اعرف اذا هالمنطقة بعدهم يقبلون يبيعولي، ثاني شو اسوي؟ بس هون جت الفكرة ببالي، انا لازم اروح احكي ويا مسؤول المنطقة واقول له باوع انه احنا رانيا طلعت من المنطقة واحنا خلصنا من عده. بس اسمح لي انه انا اعيش بالمنطقة، بس يلا خلي اشوف، خلي استعجل وروح على السريع، يلا خلي اروح. يس انا تقربت على بيت المسؤول، يلا خلي احكي وياه، ولازم اقنع انه انا ابقى بهاي المدينة لان كلش فقير، يعني اذا نطلع وين راح نروح نعيش؟ بس يلا اوكي خليني اقول له واشوف ايش راح يقول. يلا خليني ادق الباب، افتحوا الباب افتحوا الباب. يس انا طلعت. جيجي نعم ابني تفضل. مرحبا يا مسؤول، انا جيت عليك اريد احكي وياك، ارجوك اسمح لي انا اعيش هنا، انا حتى الاسواق ما قاعد يقبلون يبيعولي، بس انا كل شيء ما مسوي، ارجوك ساعدني وخليني اعيش هنا. جيجي سوني عرفت، بس اسمعني جيجي، انت اللي اشتكت عليك يا رانيا، بس هسه رانيا مثل ما تعرف انه هي طلعت من القريه بعد ما موجوده، بس عادي ابني جيجي اذا تبقى بالقريه عادي يبقى. شنو يعني انت سمحت تعيش بالقريه بابا؟ ولينا حبايبي وصلنا الفيديو، اذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناه، نلتقي فيديو جديد، مع السلامه.